بهمني اقول بالاول وهذه شغله بقولها كل سنه انه منه عيد. اليوم العالمي للمراه هو تذكير انه المراه بعد عم تعاني من كثير عنف واشحاف وظلم بكل العالم مش بس بالبلدان العربيه، وانه كل واحد منا عنده دور لحتى نخلص من هالظلم ونعيش بمجتمعات اكثر عداله. ما فيني اقول ضميريا انه اخفق النضال النسوي العربي، لانه الظروف يلي عم يشتغل فيها كثير صعبه شبه مستحيله، وبالرغم من كل العراقيل بعدن النسويات العربيات عم بيتسلقوا جبل القهر يلي نحن موجود قدامنا على اختلاف يعني ارائهم وافكارهم والمبادئ يلي هن عم يشتغلوا عليها، بس الهدف واحد، مساواة أكتر، والعدو واحد، النظام الأبوي. فما بحس أنه فيني أحكي أبداً عن إخفاق. حاب أقول له للرجل العربي أنه ما تخاف من المرأة القوية المستقلة طموحة يلي عندها ثقة بنفسها، لأنه كل واحد منا بحياته بحاجة لسند، وهي ممكن تكون سند لإلك. فتش عن الشريكة مش عن الأكسسوار. ولكل رجل ذكوري بحب أقول له خلصت أيام. يا نساء العالم، غضبنا أكثر، غضبنا أعمق لحد ما تختفي الأسباب تبع غضبنا المشروع.